الله أكبر الله أكبر. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بك العيون بدمعها المتوردي، حزن اللثاون في بقيع الغايا، بك العيون دماء لفقد مبرزين من آل محمد مثله لم يفقد. بك العيون دما لفقد من لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يأيا. تسيل دموع حزنا لمصاب جعفر بن محمد، يا حزنا لفقدي لمصاب جعفر بن محايا، يا مدي الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى العابد المتهجد رزق له أركان دين محمد أدمت والحزن نابق المحمد. خلى نحبك
يضحك واليلوم ويلوم والله نحبك واليلوم ويلوم وخلى يا من شخصك أبد ما بي خلى يا مصابك بالقلب نيران والله مصابك بالقلب نيران خلى خلى يا ابو الكاظم تشب صبح ومسي والله يا ابو الكاظم تشب صبح يا ومسي يا نعيش هذا اليوم وهو اليوم 25 من شوال لسنة 1435 هجرية ونعيد ذكرى استشهاد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المكان الشريف وهو بيت من بيوت الله ونلقي هذه الكلمات بإيجاز وباقتضاب على مسامعكم الكريمة والإمام سلام الله عليه فارق أو الإمام كما يذكر التاريخ أنه ولد في اليوم 17 من ربيع الأول يوم الاثنين سنة 83 هجرية وفارق الحياة سلام الله عليه في اليوم 25 من شوال سنة 148 للهجرة المباركة على مهاجرها التحية والسلام. فالإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام من حيث الحسب والنسب فهو من أهل بيت برأهم الله من كل عيب ونقص وطهرهم تطهيرا مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. فمن لم يكن علويا حين تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر. فالله لما ذرى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر أنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. الإمام الصادق عليه السلام أبوه محمد الباقر أبوه زين العابدين أبوه الحسين أبوه علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هذا ما بإشكال ولا بإقواء أبدا. والكلام حول أهل البيت ما يحتاج لقضاء ولا يحتاج لفتوى أبدا ولا يحتاج تسأل واحد شو تقول يا فلان، لأنه عندما تذكر كرامة أو فضيلة أو معجزة أو كلمة نافعة من أهل البيت سلام الله عليهم ما يحتاج أنه والله شنو دليلك وشنو كذا من هالقبيل. يعني اللي يطلب دليل على إمامة أهل البيت وولايتهم وعظمتهم وشأنهم مثل اللي يطلب دليل على وجود الله. الله سبحانه وتعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فبمثل ما أن الله كل شيء يدل على كذلك الأشياء تدل على ولاية آل محمد.
ثم هاي قضية بمقتضى الحال، واحد يعيش بلا إمام ماكو، حتى البوذي ملتفت هذا اللي يعبد بقر وترتيباته عنده إمام ثم أخذ طريقته وماشي عليه، ماكو واحد بالأرض يعيش بغير إمام أبدا. ولذا الله يقول في القرآن الكريم كما في سورة الإسراء 72: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا إمام بقرة وهذا إمام عجل وذاك إمام ثور وذاك إمام صنم وذاك إمام مشكل وذاك إمام أبو جهل وهذا إمام وليد بن عبد الملك بن مروان وذاك إمام وهذا إمام علي بن أبي طالب وهذا إمام لا قضية أصلا ما يريد له روحه ورده أبدا، لا تعب روحك ولا يدلها قاضي، إنها قضية حاصلة وعندنا تاريخ وراثة وعندنا تاريخ تربوي، تاريخ وراثة وتاريخ تربوي، وهذا مما يقر له الجميع. من ناحية وراثية شوف أهل البيت منين جايين، فتشوف احنا مولانا نزور الحسين أشهد أنك كنت نورا، ها من ناحية شوف شوف اسمع سهل الموضوع، أنا ما أريد أطول، أنا قرايب بين الصلاتين ويوم الجمعة وجزاكم الله خير الجزاء وهنيئا لكم. ولا تعتقدون أي شيء يحيي القلوب مثل ذكر الحسين ومأتم الحسين ومنبر الحسين، هذا الحياة. فهنا مولاي ذولا أهل البيت إجوا بالتوالي الطاهرون مطهرون من أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة، يعني ما اجت نطفهم في فتره من الفترات باصلام ناس عباد اوثان او في ارحام نسوان تعبد اوثان، لا بل في اصلاب الطاهرين وارحام الطاهرات ملتفت. الى ان انتهى بهم الامور الى عبد المطلب قسمهم قسمين، خلى محمد في صلب عبد الله وخلى علي في صلب أبي طالب وشكل، وهي القضية إلها يعني قدم مو شلون ما شان على كل هو يجب بالي في الكلام، لكن لما أنا ذكره كون أنطي حقه، من أنت أطي حقه أطول وأنتم كون كذورين بي ثلانش أطول قراية شوية ملتفت، بس الصراحة ما أطول عليكم الله ينطيكم العافية، لأن شنو قلبي يحترق، أريد الوادين تتمسك بأهل البيت، وكل واحد يقول أنا متمسك بأهل البيت لازم ينطي دليل من أدلته أنه يكون مؤثر وأن لا يحقد على أحد ولا يحسد ولا يستغيب ولا ينافق ولا يكذب أبدا، موالي واقعي حقيقي صحيح محب لآل محمد صلى الله على محمد. شوي اختصر الموضوع، يعني شلون انا اريد الرجل المحسوب على اهل البيت، انا شايف ناس ومن المجتمع انا واهلي وكذا واعرفهم الشيعة، اكبر الشيعة كنا خبل يعني ما ادري شلون على كل شوف شو يقول الامام الحسن العسكري سلام الله عليه، الامام الحسن العسكري يقول من ورع في دينه، اسمع، من ورع في دينه وادى امانته وصدق في حديثه وحسن أخلاقه مع الناس وبر أبويه وواصل أرحامه ورفع الأذى عن طريق المسلمين وأحسن لجيرانه ووقر الكبير ورحم الصغير، قيل هذا شيعي يسر آل محمد. أما مثلاً أنت وترتيباتك وهيئتك الدينية ومن هالقبيل، ولكنك مثل الكبريت لأقل غضبة تذقب شأنك شخاطة، ما يصير، لازم حلم تبتعد عن الحمق. نرجع لكلامنا الأول، أهل هذا البيت طاهرون مطهرون من هذا المنطلق نزور الحسين أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاس ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. فأهل البيت سلام الله عليهم إذا تجي من ناحية وراثية
تشوفهم طاهرون مطهرون من ناحية تربوية كذلك. الآن إيش كثر أكو فرق إسلامية هواية، ترى فرق إسلامية حتى بالشيعة فرق هواية، عرفت مولانا؟ ذول فلان 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 هواية تعد، عرفت مولانا؟ لكن أنت تعال أخذ رئيس كل فرقة، عرفت مولانا؟ رئيس كل فرقة، وأقرأ تاريخ الوراثي والتربوي، أسئلك بالله وبجدانك، هل واحد من ذولا يقاس بعلي وأولاده حقيقة؟ يعني من حيث الأم والأب والعشيرة والعزب والنسب والأدب والأخلاق وكذا. فإذا الناس يوم الحشر راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، إلى أن يقول وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. فمن هاي السلالة الطاهرة الطيبة وإمام من الأئمة جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الإمام ولد في أيام عبد الملك بن مروان، وعاصر بعد عبد الملك ووليد وهشام فلان وفلان إلى آخر بني مروان، وعاصر بني العباس، وعاش أيام أبي العباس السفاح، وعاش فترة من حكومة المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي هذا حكم 21 سنة و11 شهر، يعني 22 سنة تقريبا إلا شهر حكم، لكنه شلون حكم؟ كل يوم يعذب سنة، الظلم والقهر. وبعدين لو تجي إلى تاريخ بن العباس، دول ناس في الحقيقة وصلوا إلى الحكم من طريق الدعوة لأهل البيت، وأجوا على أساس، لأن أهل الثورة محمد ذو النفس الزكية وأبراهيم أحمر العينين ولد عبد الله ابن الحسن المثنى، ولهما قصة وإلى آخره. فعلى كل حال، فالمنصور الدوانيقي هذا يذكر عنه التاريخ كان إنسان فقير، وكان يعمل سايس مع الخيل عد عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، سايس مع الخيل، لما نريد يركب يلزم له الفرس السرج ويسوي ثيابه على السرج، ومن يجي يتلقاه وهكذا، ومن تصير عنده فرصة أكو عنده مجال يروح إلى بعض القرى والأرياف التي بها شيعة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يذكر فضائل الإمام، ينطود ريهمات يعيش به، يعني أخذ فترة عايش بسفرة أهل البيت، عايش بسفرة آل محمد سلام الله عليهم. لكن لما آل إليه الأمر وأصبح خليفة نسي كل شيء، وهذا عبد الله بن الحسن السايس كان عند المنصور، بعدين يحبس المنصور مو ويتركه بالسجن منسيا 8 سنوات، وتشفع به بنيته ولها قصة، وذاكر أنا أكثر من مرة يقول لما حبسوه صارت عنده بنية، واليوم اللي حبسوه صار عمرها 8 سنين أبوها بالسجن، اسمها فاطمة بنت عبد الله بن الحسن المثنى، وعتها أخوات 3 غيرها، ذن ظل ما إلهن والي ولا واحد يطرق عليهن الباب، لأنه يقع في شبكة الانتقام، ويعتبرون هذا عرفت مولانا معادي للسلطة، وهكذا ممنوع يعني مواصلة أهل هذا البيت. وسمعت هاي البنية جاي المنصور إلى مكة ومار بالمدينة، وتلقيتها بالطريق وقالت له أنا رحمك، وقال أنت منين؟ قالت له أنا فاطمة بنت عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي. قال عجيب، أنت بنته؟ والله أنا ناسي صدق، قبل 8 سنوات حبسنا صدق تمام، أنا ناسي والآن ذكرتني، أنت مشتاقة على أبوش؟ قالت له والله مشتاقة على أبوي. قال له يا سياف اقطع رأسه وجيبه إليه. ذولا بها المستوى من القسوة ومن الظلم، ألا لعن الله الظالمين؟ بس شنو نتائجهم؟ وينهم؟ ظلوا ملعونين على لسان
الأبد وولولت الصبية ولطمت وقالت اترك أبي مسجونا، أنا جئت أشفع لأبي وأنا أصير سبب قتله، ولكن بدون جدوى وجاءوها برأس أبيها. وهكذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه يعيش هذه المآسي ويسمع بيها ويتأذى ويتألم بأبي وأمه. على كل حال، وللإمام الصادق سلام الله عليه مواقف ضد الظلم والظالمين، وله توجيهات وتعليمات، ويجب أن نقتدي بإمامنا سلام الله عليه، وخصوصا جانب الأخلاق من عنده. كان الإمام الصادق بأبي وأمي عالما مكينا، وكان سلام الله عليه يتكلم بأمور في الحقيقة يتعجب من ذكرها أهل زمانه، وكم ناظر الملحدين والشاذين عن طاعة الله فوجههم إلى طاعة الله بإرشاده. وكانت مدرسته عامرة بالتلاميذ المتبحرين في علم الشريعة، وأعظم إنسان في زمانه أمينا على شريعة محمد جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. على أي حال، هذا الإمام بأبي وأمي تضايق من وجوده المنصور الدوانيقي حتى دس إليه السم، دسوا في عنب، دسوا إليه السم في عنب، وتجرعه وبات ليلته يتقلب على فراشه، أي تنقل سالمة خادمة الإمام، تقول الإمام في يوم وفاته رأيته رفع رأسه ويسأل على الحسن بن علي الأفطس، الحسن بن علي الأفطس من أبناء الحسن سلام الله عليه. ويوم من الأيام صارت مشادة بينه وبين الإمام، وهجم على الإمام بالشفرة. يقول الإمام في يوم وفاته قال هذه 70 دينار تنطونها إلى الحسن ابن علي الأفطس، وهي 50 لفلان وهي 50 لفلان إلى أرحامه. تقول قلت له يا مولاي وأنت توصي بمن حمل الشفرة عليك حتى هذا أنت توصي به وتنطي أموال وتنطي وتوصي به؟ فقال أعلمي أن جدي أخبرني، أن أبي أخبرني عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه كلمة هواية مهمة نستفيدها. قال رسول الله لما خلق الله الجنة طيب ريحها وإن رائحتها لتشم من مسافة 2000 عام، فلا يشمها العاق لوالديه والقاطع لرحمه أبدا، العاق لوالديه والقاطع لرحمه أيضا أبدا ما يشمها. ويقول الإمام سلام الله عليه عن رجل إجا سأل النبي صلى الله عليه وآله، سأل النبي قال له يا رسول الله أريد تعلمني فد عمل إذا أسويه الله يحبني عليه والناس يحبوني عليه. بالله التفت لهاي القضية، كلامه هواية مهم، خلي هذا إن شاء الله أحسن هدية تحصلها يوم الجمعة تستفيد هاي الكلمات. قال لسيدي، قل للنبي الإمام يروي عن أبي عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا سيدي يا رسول الله أريد تعلمني عمل، شو أسوي؟ أبني مسجد، معبد، طريق، أعمر قنطرة، أكسي عريان، أحج، أختم قرآن، أسوي تسبيح، صلوات، شنو العمل اللي أسويه حتى الله على أساسه يحبني والناس يحبوني وأموال تكون مباركة ويصحى بدني ويطول عمري وأريد الله يحشرني وياك يوم القيامة؟ فقال له النبي هاي 6 أنت طالب، فلا تحصل إلا ب6. قال شنو مولاي؟ قال له إذا تريد الله يحبك اتقه وخافه. خوش كلام، تريد الله يحبك اتقي الله،
خاف الله، من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء، وهذه حقيقة. والآن إحنا خلنا نحضر معنا، أنا سأحط نفسي على الطاولة بالميزان، مو أكو ميزانين، ميزان توزن روحك، الشم كيلو أنت جسدك 70 50 60، وأكو ميزان روحي وزن نفسك به، مثل قول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون لنا. وهذا الميزان، وانت شوف روحك ايش كثر وزنك هنا ما شكل واقعا، وشوف اولادك وبناتك وعيالك وفلوسك وسيارتك ودارك وعقارك وما تملك، وجيب الله وحط كبار هذولا ياهو الاكثر وقع في قلبك هاي الاموال والاولاد، لو الله اذكر لمن تحب، ها انت شوف نفسك من هالناحيه وانت وازن قضيه. وهنيئا لمن ترجع في قلبه محبة الله. الحسين يقول تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني ابن. هذا الحب المولانا. أرجع الكلام، قال لتيد الله يحبك، قال نعم، قال لتيد الله يحبك خاف واتقيه، هاي واحد. تيد الوادم يحبوك، قال نعم، قال لأحسن إليهم وارفض ما في أيديهم. مو يصير إحسانك وعلاقاتك وزياراتك بلك تحصل لك شوية منا ومنا، لا أبدا، خلها خالصا لله، أرفض ما في أيديهم مو عن طمع، ملتفت لله سبحانه وتعالى. الناس يحبونك، ويجيب على هذا أمثلة. قال له تريد أموالك تصير مبروكة؟ قال له نعم، قال له زكها زكها. طبعا ما راح أعلق على الكلام. قال له تريد بدنك يصحى؟ قال له نعم، قال له تصدق، إن الصدقة تدفع البلاء. بس مو هي الصدقة الربع دينار تطيها للفقيرة اللي قاعدة باب المسجد، ولو هاي يقول عطاء قليل يدفع بلاء كثير، ما شكل لا بأس هاي تنطيق هذا، لكن الصدقة تعافي بدنك. هذا ما عنده أجارة تشيل عنه، هذا على اليدين يردون يحبسه وتخفف عليه، مو هذا فقير تنطيه فد مس، هذا تجيب العريقة مو شكل، مو تنطيه ما 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 شبعة يكون الشبعة مو شبه بالموضوع. هاي الصدقة تشغله، عرفت ولا، توسط له فد قضية تنفع بها، هاي صدقة مو شكل، تشفع له عند الظالم، هاي صدقة. وهكذا هاي الصدقة بحيث أنه يكون تخليه يحس من أنك أشبعته أنطيته أكرمته، هذا هو الواقع، عرفت مولانا. هاي الصدقة اللي بهالصورة الله يدفع عنك بها مرض السرطان، هو مرض اللي ما ينعرف نعوذ بالله، والأشكال والبلاء وكل سوء بهذه الصدقة، إن الصدقة تدفع البلاء المبرم. قال له ذات بنك يا صاحبي، قال له عمرك يطول؟ قال له نعم، قال له ذات عمرك يطول واصل أرحامك، مواصلة الأرحام تطيل في العمر وتنمي في العدد إلى آخره. قال له وإذا تريد الله يحشرك وياي اهتم بصلاتك واتقنها وأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. هذا كلام من القلب للقلب، لا فلسفة ولا رتوش ولا تفسيرات، هذا هو هكذا. ولا يدل روح هذا القاضي والله شنو معنى هاي، هكذا يا عزيزي، حط هاي قبار هاي وكل شيء بالعيار، والتفت يا عزيزي. وانت لو من نسوي لك فت كرامة كذا تشعر بالعافية الله ينطيك، تروح للطبيب يقول لك انت عندك فقر دم، شايب ايش نسوي، اكل شبدة، اكل كروفس، اكل بقدونس، اكل كذا ما ادري شنو، اكل شربة جزر، اكل كذا، هذا شربة الجزر يزود الدم، هذا كذا كذا.
فكذلك هذا النهاية الصدقة هي الإحسان، هاي الابتسامة بوجه واحد، بالك يوم من الأيام تصير مقطب الوجه وصر وجهك كأن ليلة ممطرة، كن منفتح الوجه والأسارير كلك أخلاق طيب، الله تعالى يرى الجمال في الإنسان أخلاقه، وهكذا، وهي مما يوجد عند إمامنا وفيه وفي طبعه إمامنا في إمامنا جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. كان بأبي وأمي كثير الابتسامة، وكان يرأف بالفقراء، وكان يعطي السائل قبل أن يسأل ويقول هكذا كان عمي الحسن إلى آخره. فعلى كل حال هذا الإمام دسوا إليه السم القتال، وبات ليلته يتقلب على فراشه. لما أصبح الإمام سلام الله عليه قال اجمعوا لي أهل بيتي، ولما اجتمعوا قال لهم يا أهل بيتي إن شفاعتنا لا تنال من كان مستخفا بصلاته. الله الله بأنفسكم تواصلوا تحابوا اجتمعوا تآلفوا وتذاكروا أمر آل محمد. هذا والإمام سلام الله عليه مد رجله وأسبل يديه وغمض عينه وأبدى وأدلى بشهادتيه، ثم دار وجهه نحو أهل بيته وقال أستودعكم الله السميع العليم، ثم قضى نحبه أيوا إماما رحم الله من نادى يا أهوى سيد وجعفر ابن محمد. ولما علم الناس بوفاة الإمام أقبلوا من كل حدب وصوب وشيعوا أعظم تشييع، وخرج الكاظم أمام نعش أبي حافيا وقد وضع عمامة في عنق حزنا على أبي أيوا سيدا، وحفروا قبره إلى جنب قبره جده زين العابدين وقبر أبي الباقر ودفنوه. هذا والإمام سلام الله عليه أوصى ولده الكاظم قال بني لا تطفي السراج في داري، خلي هذا السراج مفتوح دائما، واصرف كذا وكذا في ماتمي. هذا والإمام موسى بن جعفر نصب ما تمابي وبكى على وعزاه الناس، إذن ألموا لنبكي على من ما غمضت عينه أيد أحبتي ولا جنازته شيلت بتوقيري. لا عشان أقول تخف الهموم، والله لا عشان أقول تخف الهموم يا أبويا. والله أنا أقول تخف الهموم، ما مات من الماي محروم، والله ما مات من الماي محروم. سحقت الذوق القى يا ابو اليمة يا مظلوم يا مظلوم، عقب انسبت زين ابوك الذوق. الحسين بقي على الصعيد 3 أيام
ايش كثر عمرك؟ ايش كثر صليت وزريت ودعيت وحجيت واعتمرت اثمر ثمره بعمرك تبكي على الحسين. اي والله هي هاي الدمعه تنسق قلبك تطهر صدرك من الهموم، تبكي على الحسين يا بابا. سلام الله عليك يا بابا. هاي زينب تسأل السجاد: عم يا علي السجاد. هيا بعد دعاء الله يحفظكم ان شاء الله. عم يا علي السجاد صاحت زينب الكبرى: لابن امي حصل دفان يولا ضل على الغبر. ويلي يا ابو وزينب مهمومه شو تخلي الحسين مو مدفون وتخلي الرياح تجمع عليه ذاريها وترابها. ايوا حسين تقول له يا لا يا لا لعب بي الدار يا حسين يا او تدري شلون وليت شوم يا لا اضل يمك يا ابو السجاد يا لا اروح ميسر ويا علوج امي. السجاد يدفن ابوه ويرد زينب تسأله تقول له وين كنت يا عمه من الظهور للساعه وقلبي يمك. يا عمه من الظهور للساعه شوية صبر وياي جزاك الله خير. يا عم من الظهر للساعة قل لي كنت غايب وين سمعها وزادت أحزانة ودمى سالت دموع العين. قال لها غبت عنك رحت يم قبر أبوي حسين. قال لها غبت عنك رحت يم جسم ابويا حسين. رحت الوالد شفته ثلاث ايام فارقته يا عمي ودفنت جثه ورضيع البسهم مفطوم وسته على صدره. زينب سمعت وصاحت نجدك يا علي نجدك يا عم عادة الميت يصير على الترب خده. اشلون دفنت ابوك حسين يا عم وراس ما عنده. سمع عمته وهالدمعه يقلها ومختلف وضعه يا عم بدال خد حسين صار على الترب نحره. وخبرك بعد يا عمه دفنت انصار اخوك حسين كلها وكل اهل بيته وعشاك ان شاء الله تامني. زينب سمعته وصاحت علي الاكبر دفنت ويه تدرب والده يحبه. اي والله تدرب والده يحبه يا شباب وفرقته صعبه. يقلها ومن صدع قلبه على الاكبر يا عم صار يم حسين ابوك التوت التوت وتحسرت زينب صاحت والدمع يجري يا عم يا علي السجاد ضاج من العظم صدري. انشدك 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 عن ابو فاضل انشدك عن ابو فاضل اخوي اللي كفل خدري. شلعت السهم من عينه دفنت وياه جفينا يا عم جوج وين اجيت وما جبت وياك جودة ورايت الخضرة. يقول عن رايتكم راشم وجودة لا تنشديني
يا عم بعلتهم صبحة مضى عن خليني شفت عينه وشفينا بعينه ولا عمت عيني وعقب ضعف وعظم قيدي يدفن ذحام الضعن بيدي وصحت يا حسرة زيدي وزادت حسرة لكن يا عم اش تنفع الحسرة يا عم اش تنفع الحسرات والون والدمع شيفيد انت ميسرة وانا ابتليت بجامعة وبقيت يا عم وبعد ما ندري من عدنا الدار شريت قول انذبح والينا ليش القول قوم تسبينا اش كثر وصلنا ببينا احفظ عترة بعدي وهذه حالة العذرة صاحت بالله انا اشدك معاي اشربت يا دفايا هلا هلا بخيت قلبي يا دفنت عشان عطشايا بالله يا دفانا ايش ذكرت علي عطشان خيي وشراب قطرة امي والله من دفنتك كان رشيت البنية بل كان ترد روحه ترى وما تلفى بيت واحد أقرأ جزاكم الله خير واحد دعائي هذا إذا عندك حاجة توجه إلى الله تقضى إن شاء الله بحق الحسين بدم الحسين بزينب بسبب زينب لوجه الله وفي الله يا الله اصرفنا في قضاء حوائجنا على لسان زينب تقول وانها 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 يا حاد النقب الله عليك يا حاد النقب الله عليك وان ايه يا حاد النقب الله عليك وانا لما روحت والحسين والله لما روحت والحسين وانها وانها يا 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 اليوم الشمر يا امر علي يا اليوم الشمر يا مايا يا علي نسألك اللهم وندعوك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه اللهم شافي كل مريض يا الله اللهم إني أطلب منك أن توحد كلمة شيعة آل محمد وإذا توحدت هذه الكلمة الله ينزل من السماء فيهم هيبة ويجعل لهم نور ويجعل في قلوب خصومهم الاحترام لهم والخوف منهم أما إذا كل جماعة رايحة بكثر وناس ضد ناس لا نشبع دمغات وأبد ما نفوخ ولا نرتاح وحدوا كلمتكم يد الله مع الجماعة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا واقضي حوائجنا اللهم ارزقنا زيارة الحسين والعباس آمنين مطمئنين اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اللهم احفظ هذه
الجماعة، واحفظ هذه البيوت والمساجد، واحفظ سماحة السيد أحمد وبارك به وجازيه خيرا. وأنا أشكر السيد حيث اختارني أن أقرأ اليوم بهالمجلس وبهالمكان هاي، وهذا اعتبر أن فرد عطاء ورزق من الأرزاق، ونسأل من الله يوفقنا لخدمة المسلمين كافة، ويوفقنا لخدمة الحسين بصورة خاصة، لأن خدمة الحسين خدمة الإسلام، ولولا الحسين لأكلوا علينا وشربوا. والله احنا محميين بأبي عبد الله، تمسكوا بالحسين وحضروا مجالسة عمروها، ولا بأس كل بيت يسوق رأيه حتى الله يدفع البلاء. وإلى من مات على الإيمان، الفاتحة قبلها الصلوات. الله أكبر، الله أكبر.